أكد محافظ الغربية أشرف الجندي أن مشروع عمارات العجيزي يأتي في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء 6 عمارات تحتوي على 480 وحدة سكنية. من جانبهم أكد أهالي المنطقة أن المساحة التي تم عليها بناء العمارات السكنية كانت عبارة عن منطقة عشوائية، وأصبحت بعد المشروع من أرقى الأماكن في طنطا، وهو ما يسهم في توفير سكن حضري وحياة كريمة للمواطنين بها. في إطار بناء الجمهورية الجديدة تم إعطاء الأولوية للنهوض بالخدمات في ذات المنطقة، وترتب عليه عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي دخلت ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن سكن لكل مصري لكل المصريين، وده على مساحة 3 فدان و2 من عشرة، وبتكون من 6 عقارات. العمارات عبارة عن أرض و9 أدوار بإجمالي 480 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أن تم إنشاء 2 مول لخدمة أهالي المنطقة و6 محلات. عملنا بسم الله ما شاء الله هنا 6 بلوكات، تمام، كل عمارة تضم عدد كبير من السكان. عملنا أعمدة ديكورية تحيط بالإنارة الكاملة بالليل عامة في جميع أنحاء 6 بلوكات. كل عملنا هنا منظومة ري، منظومة مسطحات خضراء تضم عدد كبير من النخل وشجر الزينه. المساكن دي ما شاء الله يعني معموله يعني بسم الله ما شاء الله، زي ما حضرتك ما انت شايف فيها اسانسيرات، فيها الاوض بتاعتها كبيره متشطبه تشطيب لوكس، يعني ما شاء الله، يعني احنا منتظرين القرعه بتاعتها بفارغ الصبر. انجاز كبير طبعا، انجاز كبير، ما فيش حد هيقدر يقوم على الانجاز ده من بالنسبه للمواطنين اللي هنا، ما فيش حد هيقدر، ده حاجه تصارح هنا. دلوقتي ما شاء الله المساكن الجديده دي لما اتعملت بقت كويسه جدا ونضفوا لنا الدنيا، وبقت بصراحة حاجة كده حضارية جميلة جداً.